أهلا بحضراتكم بعد الفاصل. أنا عاوز أشكر الزميل إيهاب العدوي وزملائه الكرام على هذا التقرير، وبشكر برضو الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر وجناب القس عزت شاكر، دكتور عزت شاكر، وكل إخوانه المعاونين وكل القساوسة والمشايخ في الكنيسة الإنجيلية وكل الناس اللي نظموا هذا الاحتفال وهذا الإفطار، لأنه الحقيقة كانت لمة جميلة جدا. يعني رمضان كل سنة بنفطر معاهم، ويعني روح مصرية حضراتكم يمكن شفتوها في التقرير بدون مزايدة وبدون مواربة وبدون مجاملة وبدون أي حاجة خالص. ومصر هي كده وهتفضل كده، شاء من شاء وأبى من أبى. هتكلم النهاردة بقى زي ما وعدنا حضراتكم في الأسبوع الماضي عن فوائد الصيام من المنظور الإسلامي والمنظور المسيحي، وبرضه هنتلقى اتصالات حضراتكم التليفونية. اللي عاوز يشاركنا بسؤال أو بفتوى أو بمشاركة من وجهة نظره، يقول أي رأي أي موضوع، على أرقامنا بتظهر على الشاشة تباعا إن شاء الله. الصيام مش معمول علشان نجوع ونشرب، الصيام معمول علشان يهذب نفوسنا. يعني إيه يهذب نفوسنا؟ الإنسان مش هيشعر بالجائع أبدا وهو شبعان، ولا عمر الآمن يشعر بالخوف زي الشخص اللي جعان وزي الشخص اللي خائف. يعني عمرك ما هتحس بالجوع إلا لما تجوع فعلا، تقوم تحس يعني إيه جوع، يعني إيه محتاج، يعني إيه مريض، يعني إيه ولي أمر قاعد طول السنة ما عندوش طعام يكفيه هو وولاده. علشان الإسلام يشجعك على إنك تكون دايما إلى جانب هذا الفقير، على إنك تطعم هذا الفقير، على إنك تحاول تساعد هذا الفقير، بيجيبك في الشهر رمضان المبارك كل سنة في شهر رمضان، ويحرمك من نعمة الطعام والشراب لبعض الوقت علشان تشعر بما يشعر به غيرك من الناس الفقيرة والمحتاجة. وفي نفس الوقت تعمل إيه؟ وفي نفس الوقت تقدر نعم الله عليك، يقوم تشعر بنعمة الطعام والشراب، وازاي انت طول السنة عايش عمال تاكل وتشرب ولا حد بيحاسبك ولا حد بيقول لك حاجة، فتقوم تحس ان انت في نعمة عظيمة جدا. وبعدين الحاجة التالتة، ودي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال القرآن ايه؟ قال لعلكم تتقون. القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، علشان تستفيدوا من الصيام في إنكم تتخلوا عن شهواتكم وعن نزواتكم، وتبعدوا عن الملذات والشهوات لبعض الوقت علشان يدخل أو تدخل التقوى في قلوبكم بقربكم من الله جل وعلا. تتخلى عن شهواتك قربا لله سبحانه وتعالى. ربنا قال لي ما كلش فأنا ما باكلش، ما تشربش فأنا ما بشربش، يبقى هنا بتعمل إيه؟ تتخلى عن شهواتك علشان خاطر تسمع كلام ربنا، وعلشان تبرهن على قربك من الله سبحانه وتعالى. وده اللي قاله بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسألة مش إنك يعني ربنا هيستفيد حاجة من إنك ما تاكلش أو ما تشربش، لا، ده ربنا الأهم من ترك الطعام والشراب ترك المنكر من القول، ترك الفواحش، ترك الذنوب، ترك كل ما يسيء لأخيك الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. يبقى أنت هنا مش بتترك الطعام والشراب فقط، أنت بتترك الطعام والشراب والفحش من القول، وبتترك كمان أي شيء يسيء أو تسيء من خلاله إلى أخيك الإنسان بغض النظر هو مسلم أو غير مسلم. يبقى هنا معنى قول الله عز وجل لعلكم تتقون، معنى إنك ليه بتجوع في رمضان؟ علشان تقرب من ربنا بتخليك عن الشهوات سواء طعام أو شراب أو شهوة الفرج أو الجماع، علشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. عاوز أبونا أثناسيوس يكلمنا برضو عن يعني الحكمة من الصيام من وجهة نظر مسيحية، لكن معانا فاصل يا حسام. استاذ حسام، طيب. طبعا دلوقتي ناخد فاصل ثم نعود ايها الساده المشاهدون في برنامج الصديقان في رمضان،
ومصر كلها صائمة، نتحدث عن فوائد الصيام من منظور مسيحي. نخرج فاصل ونرجع نكمل حوارنا معاكم بعد الفاصل، نلتقي إن شاء الله.